سبق وأدهشنا في حلقات سابقة من برنامج من الآخر، والليلة هو معانا مجددا لعروض من الخفة والسحر. رحبوا معاي بالساحر معين البستكي. نورنا، حياك الله. يا مرحبا وسهلا، معكم معين البستكي. اليوم ما عندكم باشياء جديده تستانسوا بها ان شاء الله ويانا. هسه بدنا ندخل مره واحده بالعروض، نطلب من الاستاذه تطلع لنا فوق على الستيج. تصفيقه لها تستاهل. مرحبا، ايش حالك؟ يا هلا بك، تستريحين؟ ذاك اليوم وانا سار السوبر ماركت بشتري اغراض، صرت اشتري الاغراض وهذا، وقفت على بورده مكتوب عليها مشروبات على كيفك وعلى ذوقك. استغربت لان العلبه كانت علبه حليب. طب مشروبات على كيفك وعلى ذوقك، فضيت الحليب في الجار هذا وجيت بشوف شو القصه. استاذ انت اللي عاده تشربين حليب؟ اي. تحبين الحليب؟ اي طبعا. زين، الحليب زين حق الصحه. عاد احنا يوم صغاريه ما نحب الحليب بايت، ولكن الاباء والامهات يجبرونا عليها احيانا. انزين، عسى بدنا ناكد للكل، والاستاذه هي عين للمشاهدين، ابيك تشيكين هل هذا حليب اصلي، هل انه ممكن ولا الصبغ ولا شيء ثاني. حليب صح؟ اوكي. احنا قلنا انا كنت ماشي في السوبر ماركت، شفت مشروبات على كيفك وعلى ذوقك، وانا مستغرب كنت بجرب. جبت على سبع قلاصات، ست سبع قلاصات. اول قلاص يوم فضينا ولانه هو حليب، جبت القلاص ثاني ويت بفضيه ولانه هو ستروبري جوس. استغربت، في مباراة الكورة كنت بتابعها ما كان خاطر الاستروبري جوس، كنت بجرب وبشوف ولا انه كوكاكولا. اول الصبح ناش خاطري بعصير ثاني، قلت يمكن بشرب لي اورنج جوس، خلينا نشوف ولا انه اورنج جوس. حق زيد هذا حقك. ما بفهم. شغلت التلفزيون، فتحت على قناة فيها فيلم بتابعه، قلت بشوف ولا سيفن اب. يوم لعب الرياضة احيانا افضل اني اشرب ابل جوس. ولا ان ابل جوس. الواحد يوم عنده حموضه شو يشرب؟ يوم عنده حموضه شو يشرب؟ ليمون. ليمون، عصير ليمون. ولا ان عصير ليمون. اللي بنسويه بطلب من اللي وياي انه يجيب العصاير عندكم. اباك كل واحد منكم ياخذ عصير من العصاير، لا تشربونه الحين. خذ العصاير، عبد الله خذ لك واحد. تفضل لك واحد. معين هذه ثلاجه في علبه. ها عاد بشوفه. بيبسي. بيبسي. اخوي بدر. كيدينج مي. يلا عاد اخوي بدر، شربت العصير اللي وياك؟ جربه، شربه، شربه، لا تخاف. تفضل. بسم الله. اكيد طبعا. بسم الله. بحيي انا. يعني ندو ولا لسه؟ شو اللي وياك؟ عصير ليمون. عصير ليمون اللي وياك. يلا. 7 اب. 7 اب اللي وياك؟ حليب بستروبري. ستروبري، اخوي عبد الله. برتقال. برتقال، اوكي. شوف اي حاجه. يلا.
بطيخ. بيبسي. بيبسي. الأستاذة؟ مش تفاح. انت تفاح. تفاح تفاح. تفاح. يلا بسم الله. بيبسي عصير أصلية. استغربت. جبت القوطي. قلت يمكن في شيء. يمكن في فار قاعد يحط لي عصاير. يمكن في سر. جيت ولا انه بشق القوطي. عشان اتاكد ولا انه صدق. يا الله سحر. يا واو ما شاء الله. شكرا. برافو ما قصرت استاذ فدا. ولدان برافو. يا شاء الله ما قصرت. ثانك يو فيري ماتش. احنا بنحد بدر ضحيه ويانا. يلا يا بدر انت المحظوظ اليوم. اخوي بدر العاده انسال يسالوني هل معين ممكن تستغل العاب الخفه لصالحك او لا. فكرت الموضوع وعرفت انه ممكن ان احيانا استغل. عندي 5 مضاريفني في 4 منهن ما فيهن شيء. اللهم بزنس كارتي مكتوب عليه من وراء 0 درهم. 4 من 5 0 درهم. واحدة منهن فيها 500 درهم إماراتي. تصفيق لها. اللي بنسويه أخوي بدر 5 مضاريف بخبرك عنهم بشوي. 5 مضاريف كل واحدة مكتوب عليها شيء. حنا قلنا 4 بزنس كارت، واحدة 500 درهم ممكن تكون لك. هذا الحين بنشوف. كل ظرف مكتوب عليه شيء، يمكن يكون مو مكتوب عليه شيء، يمكن يكون مكتوب عليه شيء ثاني. هذا انت الحين بشوف شو قصدي. اول ظرف شو قلنا مكتوب عليه شيء. شيء. الظروف الثانيه مكتوب عليها اشياء ثانيه. بليز الموضوع فيه 500 خلوني انا عادها. لا بي دورك عندك. شيء. الظرف الثاني مكتوب عليه لا شيء. لا شيء. عاد يمكن انا حاط الفلوس في الظرف اللي بلا شيء او لا او انه في شيء. عاد انت الحين بتختار عقب شويه. الظرف الثالث مكتوب عليه لي. لي. هل انا هكون حاط الفلوس في الظرف اللي مكتوب عليه لي مع ان الظرف مو لك هو لي؟ انت باختيارك بشوف. الظرف الرابع مكتوب عليه لك. لك. هل انا قاعد اتوهك حاط الفلوس في الظرف اللي فيه لك او اللي لي او شيء او لا شيء، او ان انا حاطنها في اخر ظرف مكتوب عليه حب؟ حب. هل انا قاعد اجازف حاط الفلوس في حب على اساس انك انت ما تختار الحب مرتين في اليوم، او ان انت مو من النوع اللي يمكن تختار الحب في ملأ عام قدام الناس؟ هذا احنا بنشوفه حينه. عندك 5 مضاريف، شيء، لا شيء، لي، لك، وحب. اختار واحدة منها. شو واحدة تبقى؟ أي واحدة. ها. لا شيء. لا شيء. متأكد؟ لا شيء. خذ لا شيء. أباك تفتحها تشوف شو في وتراوي للكاميرا والجمهور. يا لا شيء. 1500. أعطاها خلينا نشوف. بزنس كارت مكتوب عليه 0 درهم. تصفيق له. ما قصرت. يلا. حظك اسود اخوي عبد الله. انا لا شيء راح. عندك شيء، عندك لي، عندك لك، عندك حب. بليز اعطني الحب. تبال الحب بليز قدام الناس بليز. هذا لك. اخترت المظلوم. لا لاني مو محظوظ. يلا هذا لك الحب. متاكد ما بلاقي في شيء على فكره. متاكد. بلكي حظك يتغير. عبد الله تشوف شوفي هل في الفلوس او في بزنس كارت مكتوب عليه 0 درهم. يمكن يكون في حب. الحب عاد موجود عليه مكتوب. الخساره اخترت ظرف. قلنا ممكن تختار عاد حب. ها 0 درهم. تصفيق له. لا شيء راح. الحب راح. عندنا شيء، عندنا لي، وعندنا لك. الأستاذة شو بتختاري؟ شيء. شيء. متأكدة على شيء؟ ما تبين أي ظرف ثاني هو إلا شيء. تعالي تفضلي خذي شيء وتشوفي شو داخله. تفتحينه تقولي للناس والجمهور. 0 درهم. تصفيق لها. شكرا. روحي يا عبدو. 0 درهم. اخونا من مصر. ايوه يا مرحبا بك. الله يكرمك. لا لا خليك جالس. المصريين محظوظين. خليك جالس. افضل قاعد. خليك مستريح. طيب. عندك كلفها 500 درهم. عندك لي. عاد انت هتعرف. عندك لي وعندك لك. اي واحدة بتختار؟ لي. لي. انت الوحيد اللي بعطيك فرصة لو تبى تغير رايك او ما تغير رايك. طيب. لي. لي. انت متاكد على لي؟ ايوه مصمم. خذ لي تعال. ايوه سيب شعري يا عبد الله. تستريح الطلعه وشوف شو اللي مكتوب عليه.
يلا يلا بالتوفيق يا كريم. Good luck. زيرو. استريح. رامهم إياها. برافو زيرو درهم. برافو. خمس مضاريف. سؤال جمع زيرو 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 كم يطلع؟ يا أخوان 500. يمكن أربع شيء. خمس مضاريف. أنت اخترت الكل. اخترت شيء. لا شيء. عبد الله إلا يبال الحب. قلت له لا تختار الظرف. قال إلا يبال الحب. اخترت لي شيء لا شيء. بجالك. لما احتلكم على لك ما حد كان يباه. إلا خذوا لك ما ربالك. خلي حقك أنت لك. الخمسمية فلك وما قصرتوا. ما صدقوني؟ يلا هذه فيها ولا فيها 500 على فكرة. أوه. أنا كنت مختارها إماراتي. ما قصرتوا. هذا عبد الله طباها. تفضل تستاهل. مشكورين وما قصرتوا. ثانك يو فيري ماتش. تصفيق لأعماركم. ما قصرتوا. ثانك يو فيري ماتش. الحين ناويين نعلمكم حركة. تبون تعلمون حركة؟ إيه. يلا حلو. أنا بعلمكم حركة ولا أنا بعلمكم حركتين؟ حركة ولا حركتين؟ حركتين أحسن من الحركة. حركتين أحسن من الحركة. أبالكل يسوي وياي هالشيء اللي أنا بسويه. المقدمين والجمهور وعاد المشاهدين أكيد. أبالكل ياخذ إيده اليسار يحطه شيء. اليسار. عبد الله الكل تفضلي. إيده اليسار. ودو شيء. حلو يسف. لا لا. تعرفون اليسار أيد؟ تعرفون اليسار أيد؟ ها عندكم اليسار؟ حلو. خذ اليمين من فوق. هذا شغلنا. رياضة يا جماعة. وصكوا على يدكم. صك. شدوا على يدكم. يسار واليمين من فوق. بس شوي تحت بس. شوي تحت. حلو. على عدد ثلاثة. على عدد ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. اللي في ديننا. اللي في ديننا. تصفيق لكم. تصفيق لكم. ما قصرتوا. Thank you very much. Thank you. كيف تعيدها معين هذه لو سمحت؟ اعلمكم عيدة عيدة اياها. عيدة عيدة اعلمكم اياها. لا اعلمكم اياها يعني اسرعت فيها كثير. لا ايوه مبين. اعلمكم اياها. يلا علمنا اياها. نعم يلا علمنا. نعم علمنا اياها. يلا ايد اليسار. ايد اليسار. تاخذ ايد اليمين من فوق وهاي اليمين. السك على ايد اليسار. حلو. هنا انا سويت حركه شويه ما لاحظتوا عليها في ملكم. لاحظ قلت حق بدر. بدر نزل يدك شوي. أيوة. الإيد كان فوق. بدر نزل يدك شوي. يبتليت من تحت. برافو. هني أنا أروم ألف وانت ما ترمون. تصفيق لكم. ما قصرتي. Thank you very much. خدعة بصرية طبعا. خدعة بصرية ممتازة. يعني أنا الخدعة يا أذكية. هذا كفش الفداء. أنت اللي وحيد. ما قصرتي. Thank you very much. أنا بنزلكم. شكرا لك.